أهلا بحضراتكم في أكاديمية الملك كامل الثانوية. شايفين الكابتن وليد السلموني في تدريب كرة السلة، والنهاردة الإحساس بالكرة وتمرينات الدريبل، وعندنا زياد بيجري 3 لفات على الرصيف بيعملوا كيلو. زياد بنجري النهاردة 2 كيلو 6 لفات، وهنعرف جري في قد إيه. عندنا أستاذ عبد الهادي ولي أمر بيعمل مسابقات وتمرينات التوافق العدل العصبي، زي ما قلنا الله، زي ما قلنا اولياء الامور بانشطه اثناء الانتظار ووقت الفراغ. استاذ عبد الهادي بيتحدى اي شخص عمل ال5 محطات في 9 خبطات. انا شخصيا عملتها في 10، وهو كسبني وكسبني جيم بينج قبل كده. اهلا وسهلا بحضراتكم. شكرا يا مستر عبد الهادي على هذه الروح الجميله، ربنا يعزك. اهلا بيكم في نادي الملك كامل الثانويه، مرحبا بيكم. نتواجد سبت واربعاء من 5 الى 7:30 مساء. 3 4 5 6 7 8. ماشي، 7 8 9 لا افرد ركبك جميله. يلا حمزه تاني، يلا ورا بعض 3 مرات. اثبت، حط ايديك، افرد رجليك، زق، هوب، جميله. تاني، يلا حط ايديك، افرد رجليك، جميله. يلا حمزه، روح تاني، يلا اطلع تاني، افرد رجليك، هوب، يلا سيف. اخر مرة، 7 اطلع، 3 ثبت رجليك، حط ايديك، افرد، هوب، يلا حمزة، افرد، احسن، زق، هوب، 2 3 4 5 6 7. جهتي در، 1 2 3 4 5 6 7 8. امشي بالراحة، بالراحة، نزل، العب بالايدين، على عينك، العب بالايدين، ابدأ، شيل، امشي بالراحة، ايدي فوق يا يوسف. انزل، انزل،
كيف؟ قاعد الناس الجدع احمد حسام حلو على دماغي جميل ده مين ده بعمر عايز تعرب ايديك حلو يا سيد يوسف ايديك ارفع ايدك سنة جميل جدا ما شاء الله انزل اهلا بحضراتكم في اكاديميه الملك كامل الثانويه. شايفين الكابتن وليد السلموني في تدريب كره السله، والنهارده الاحساس بالكره وتمرينات الدريبل، وعندنا زياد بيجري ثلاث لفات على الرصيف بيعملوا كيلو. زياد بنجري النهارده 2 كيلو 6 لفات، وهنعرف جري في قد ايه. عندنا استاذ عبد الهادي ولي امر بيعمل مسابقات وتمرينات التوافق العدل العصبي، زي ما قلنا الله، زي ما قلنا اولياء الامور من هنا بانشطه اثناء الانتظار ووقت الفراغ. استاذ عبد الهادي بيتحدى اي شخص عمل الخمس محطات في 9
خبطات انا شخصيا عملتها في 10 وهو كسبني وكسبني جيم بينج قبل كده. اهلا وسهلا بحضراتكم. شكرا يا مستر عبد الهادي على هذه الروح الجميله، ربنا يعزك. اهلا بيكم في نادي الملك كامل الثانويه، مرحبا بيكم. نتواجد سبت واربعاء من 5 الى 7 ونص مساء. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا